انت وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. فصل الفاشن شو بطلع كذا حد رجالي، بس يكون بالنسبة لي كأكسسوريز، ما يكونش مش اهتمام ان انا انه انا اقول ان انا بعمل ده. حاجة تبقى لايقة على الفساتين عشان تدي شكل للصورة نفسها. الرجالي بص، هو صعب في حاجة، مش صعب كديزاين، هو صعب انتاج. لو انا حاجي اعمل، ما اقدرش اعمل اوت كوتور للرجال، لازم تكون ماس برودكشن، لازم تكون القطع منها حاجات كتير عشان تتباع، عشان يبقى فيها مردود. انت وبس. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتيوبس.com.